بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي واحتراماتي وتقديري لكل متابعينا على القناة. طبعا في الحلقات اللي فاتت أنا قدمت حلقات كتير جدا عن الأزمنة وعن القواعد المختلفة، وآخر حاجة كنا بنتكلم عنها عن الـ Confusing Words والـ Confusing Verbs. لكن أنا تناولت النهاردة أو راح أتناول بإذن الله اللي هو موضوع شائك وموضوع بيهم ناس كتير جدا، اللي هو الـ Regular Plurals، اللي هو الجمع الشاذ. طبعا احنا عارفين ان القاعدة العامة بتاعت الجمع ان انا بضيف اس او اي اس لنهاية الكلمة عشان احولها من المفرد الى جمع، مثلا زي كات بزود اس فتبقى كاتس. لكن الكلمات اللي بتنتهي بالاو او الاكس او السي اتش او الاس اتش او الاس او الزد، دي الكلمات دي كلها بنزود عليها اي اس في حالة الجمع. وطبعا نستفيد من النقطة دي ان احنا ممكن نستخدمها بالنسبة للافعال في زمن المضارع البسيط. لما اجي اقول مثلا كاتش فعايز احط اي اس عشان الفاعل مفرد غائب، احط ايه اي اس على سي اتش فتبقى كاتشز، واتشز، واشز، باسز. بالنسبة للجمع مثلا لو انا عندي كلمة زي بوكس، بوكس صندوق، عايز احولها الى الجمع، طبعا مش هتحط اس مباشر ولكن هتحط اي اس. دي القاعدة الاساسية الاس والاي اس. ولكن هناك كلمات عندنا في اللغة الإنجليزية الجمع بتاعها بيكون شاذ، وفي مجموعة كبيرة جدا من الكلمات، لكن هم بيستخدموا مجموعة شائعة في المناهج التعليمية زي مثلا مان، من، وومن، وومن، زي ما هنشوف دلوقتي إن شاء الله على الشرايح وإحنا بنشرح. طبعا أنا برجو إن أنتوا تكونوا بتستمتعوا معايا وبتستفيدوا بكل ما هو جديد، وأتمنى طبعا زيادة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والاستفادة من كل المعلومات الجديدة لكي يصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله. خليكم معايا وإن شاء الله هنستمر في الشرح بإذن الله.